خارج الملعب يهيئ اللعيبه نفسيا للمباراه ويشيل الضغوط من على لعيبه المنتخب الليبي. ابتدت المباراه ميس باص كتير، متوترين جدا، خايفين جدا. طب هو مغسل مش مستعدين مش لما مستعدين. يكون عنده اللعيبه دي، لما يكون عنده اللعيبه دي ده ما فيش فيهم واحد. معلش يا كابتن برضه مهما كان ما تقارنش، ما انت لا ما انت بتقارن، ما انت لا ما تديش. انا بقارن يا حبيب قلبي حد، انا بقارن عشان بيغلب ثلاثة ان هو كويس والناحية التانية بيكسب ثلاثة وبيكسب حبيبي حبيبي. بص ان هو مش يا عم فاروق، لاجل النبي بس عشان ما تخليناش نخرج بره، ما نقعدش نبرر ونطبل. احنا بنتكلم لان انت عندك محمد صلاح، منطق واقع عندك واقع. ايه ده انت باللعيبه دي الكوره ما تفقدهاش من رجل لرجل، ده انت تمسك اي فرقه اي منتخب تعلمه الادب في الكوره. مش ده اللي كان بيحصل ايام الكابتن حسن شحاته؟ مش ده اللي كان بيحصل؟ بس انت دلوقتي عندك لعيبه دوليه، انت كان عندك ايام الكابتن حسن محترفين اصلا، اه محترفين. انت عندك دلوقتي مين؟ ايام الكابتن. بس هي الكوره فكر ان ده بيتحرك وده بيطلع وده بيعمل مساحه والكلام ده، احنا ما شفناش الكلام ده. طب الهدف الاول يا كابتن ما ده 10 لمسات لما يا حبيب قلبي اقسم بالله لو الكوره ضربت في رجل الواد بتاع الجول بتاع صلاح لو مصطفى محمد الكوره خبطت في رجل المدافع ما كنتش هتجيب جول. لو فتوح بفكره لو عملها بالعرض عمرك ما كنت هتجيب جول. هو فاجئ الدنيا ان حطها في البعيده واخد. انا مش هنضحك على بعض. طب انت لازم تستغل مهارات لعيبتك يا كابتن. الله طيب يبقى انت عندك لعيبه عندها مهارات. طب ما هو عنده مثلا واحد زي حمد اللوني، مؤيد الله يا عم حمد اللوني ده اكرم ضفيع حطه في جيبه الصغير. احنا نضحك على بعض وهو ده بس اللي هيبقى المنتخب كله بتاع ليبيا وده مصدر الخطوره، ولا عندك ناس من العمق وعندك ناس من على الاطراف انت ما شفناش الكلام ده. هي دي اخر الامكانيات. انما انت لما تيجي تقارن بقى وتقول لي عندك انت عندك عندك رمضان صبحي، عندك زيزو، عندك مرموش، عندك محمد صلاح، عندك مصطفى محمد، عندك محمد شريف، عندك قفشه، عندك السولية في نص الملعب، وعندك النني، وعندك طارق حامد، وعندك حمدي فت. ايه ده يعني عندك؟ مش هم دولت بس قام. عندك وتعادلت مع الجابون يا كابتن. اتعادلت مين مع الجابون؟ عشان ما بص ان يعني اللعيبه مش قبل المدرب. اسمع اللي انا بقول لك عليه، ما هي دي اللعيبه هي ايه اللي اتغير؟ ايه اللي اتغير؟ اتغير ان كله عمال يقول لك ايه جبنا راجل شخصيته قويه. لا انا مش عايز يبقى شخصيته قويه، انا عايز يبقى فنيا قويا كل حاجه، انا عايز كل حاجه قويه يا عم. هم بص مهيئ له الدنيا كلها عشان ينجح. الناس اللي جايباه مهيئ له الدنيا كلها، الاعلام والمواقع وكل الدنيا، ان الراجل لازم ينجح واخد بالك. غير كابتن حسام البدر، اذا كان يا راجل عملوا له ماتش ود من الهوا وهو ما شافش في الماتش الود، حتى الناس اللي ضموهم ما تشاهوا. احنا نضحك على بعض. فهم عايزين ينجحوه ينجحوه، ماشي ينجح وراجل ماشي، ما عندناش مشكله. بس الخوف بقى من اللي جاي. انت النهارده لما بتديني رسائل بنزل طارق حامد وبنزل حمدي فتحي. افرح يا كابتن. ايه؟ افرح افرح. نفرح ايه؟ انت طبيعي لازم تفرح. لا انت لازم تكسب ليبيا وتكسب الجابون وتكسب انجولا طبيعي. يا راجل لما ليبيا بتكسب انجولا والجابون وانت شفت منتخب ليبيا الماتش اللي فات والماتش ده وتقول لي افرح؟ ايوه طبعا افرح كابتن. مكسب ده انت ما بتجيب جول لازم تفرح وتنبسط يا فاروق. كابتن انت ماتشين اولا المرحله دي الراجل ايه قاعد اسبوع واحد. انا مش بهيئ له الدنيا ولا اللي حد بيهيئ له الدنيا، بس وربنا كله بيهيئ له الدنيا كله عايز ينجح واخد بالك. وهو فكره محدود بتغييرات النهارده تحكم عليه ان الخوف قادم قادم قادم. هو بعد تغييرات ما تقوليش كابتن هنزل طارق حامد وحمدي فتحي. يا راجل يا فاروق يا راجل امال فين ابراهيم عادل وفين زيزو؟ انت كنت لازم واحد من دول. انت كنت لازم تعدي المرحله بتاعت اعتراضك على ده بس. لا عايز اشوف الناس ولا تتكلم على موجب. اصل انا تغيير اقول لك ماشي ممكن انا ابقى متفق معاك فنيا تغيير كان لازم، لكن مجمل قول لي ايه الميزه ان ينزل طارق حامد وينزل حمدي فتحي وانت كسباني؟ خطا فني يا هو ممكن اقول لك. يا اما بقى بيجامل الناس دي يا اما خايف من قعدهم وهم برضه بيجاملهم يا اما اصل مفيش جديد. ما انت عارف حمدي فتحي وعارف طارق حامد وعارف السوليه وعارف النني، عايزين نشوف واحد بيعمل حلول زي ابراهيم عادل. هل ان هو هيبقى دولي وياخد الثقه زي مرموش عشان يبقى عندنا البدايل واخد بالك يا مصطفى فتحي عندنا يبقى مش رمضان يبقى عندك الحته دي عشان ان انت ما تقلقش تبقى قاعد وعارف ان انت وقت ما تزني في عندك لعيبه تشيل. طب استنى طيب عندي البدايل اللي انت بتتكلم ادي له ربع ساعه يعني هو يكفي ربع ساعه 10 دقايق ربع ساعه يكفي يا كابتن ده اللي يبان يعني فيه ولا ادي له ماتش بقى في كاس العرب
اديله ماتشات تكون في دوليه وديه. قول قول لي بقى مع كل اللي احنا وانا فاروق انا اسف لما 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 اكسب ثلاثه ومجربش الناس اجربهم امتى؟ اجربهم وانا مزنقش انا احرقهم؟ ماشي ماشي انا معاك. ما هو انت عارف بتنزلهم تحت ضغط بس ما تقوليش 10 يعني لما نزل حسام حسن مع النادي الاهلي انا متذكر قال لك البدايه وحشه وبتحرق اللعيب ومش عارف ايه، لما تيجي تتكلم على قماشه كبيره انت واخد عناصر المفروض متميزه وعناصر مؤثره في انديته، وفي لاعب زي ابراهيم عادل لعيب عنده امكانيات كبيره، انت فين بديل عبد الله السعيد؟ ما دام ما بتنزلوش يبقى مش مقتنع بيه، ده اللي انا فاهمه في الكوره. خلي بالك كمان يا شاد ان انت منتخب ليبيا ما كانش ليه خطوره يا فاروق، ان انت كسبان ثلاثه فانت متفق برضه يعني مش متفق. أيوة مش متفق. لا انا بتكلم على التغييرات يا فاروق سيبك مش انا عايز افصل ما بين ان انا بقى موضوع تغيير موضوع مجمل اداء وفني. احنا قلنا مجمل اداء كويس ما كله لا انا قلت لك رضا مش قايل لا ايوه انا قلت لك ما كانش فيه اي حاجه خالص فاروق انا قلت لك من البدايه لو لعب بثلاثه ديفندرات ده طبيعي ان هنقول الراجل خايف من حماس الفريق الليبي وان هو نازل يعمل كده، لما يغير ويقلبها من حته دفاعيه لحته هجوميه هنقول الراجل عنده فكر وهنقول ما شاء الله ده هو بدا يقرا ويعرف امكانيات اللعيبه وبدا ايه من خلال المباراه يقرا الجيم وبيعمل التغييرات الهجوميه دي عشان ينشط الفرقه تاني والكلام ده، انما انت كسبان اتنين وفرقه ما راحتش على الجون بتاعك، ما عملتش الا هجمه واحده وغلطه من اكرم لما ترقص فيها والهوني حطها في الدقيقه وابو جبل صدها، بعد كده حتى الثانيه اللي راحت اوف سايد اللي الراجل عملها باكورد دي اوف سايد، بعد كده ما لهمش تواجد ولا فرص. انا اقوم جاي منزل طارق حامد واقوم جاي قصدي حمدي فتحي الاول بعد كده طارق حامد، هي في فرقه بتهاجمني؟ واحنا انت اتجننا؟ يبقى ده مش فكر، يبقى ده الراجل بقى بختك يا ابو بخيت يا اما بيجامل الناس اللي على الدكه، غير كده انا مش مقتنع، لان انا مقتنع ان انت دلوقتي بتعمل كوادر، وانت برضه الماتش اللي فات نفسه قلت لي محمد صلاح عشان الناس بس اللي قاعده تهري انت خايف تقول على عمر مرموش، ما انا اديت عمر مرموش الماتش اللي فات 8 وصلاح 5 يبقى خاف من مين؟ انا بقول لك النهارده هل النهارده محمد صلاح اقل واحد في الثلاثه اللي قدام؟ ما انا هاخد رقم يقدر يطلعه؟ استنى بقى، مش هو قال لك انا المنتخب بتاعي مش اللعيب الواحد؟ مش ده اللي انت قلته لنا المره اللي فاتت؟ ما هو اللي قال تصريحاته. طيب يعني هو قال طب النهارده محمد صلاح سيبك من الجون قبل الجون ده بعد الشوط الاولاني كله مش نوش الا لمس كورتين، هو طبعا غصب عنه لان طبعا ما فيش حد بيلعبه لانك برضه بتلعب لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد اللي هو كل لعبه لورا ده لعب مبطلين، احنا نفهم كده في الكوره، اي واحد لعيب بتاع صانع العاب هو كمل يا كابتن الجول. اي صانع العاب طالما بدا يدي ظهره للمنافس ويلعب بقى اللعب اللي لورا واللي على الجناب تعرف ان هو مبطل. خش بقى يا طيب بس عشان كابتن